ارحبوا معي بالشاعر القدير الاستاذ احمد مواسي. اهلا وسهلا بيك يا فندم. ويعني انا عندي مداخلات كتير جدا بس للاسف احنا الوقت خلص، هيبقى بس فقره واحده يعني هسيبكم. استاذ سمير انا اسف، طب قبل الفقره دي استاذ سمير اشرف حاضر، يعني اخر فقره. مساء الخير على كل الحضور. انا عاوز اقول ان انا لا دارس عروض ولا قافية، انا بكتب بقالي 42 سنة، اللي قلبي بيحس بيه بكتبه. فكاتب لاخويا وحبيبي محمد بقول له حقيقي بلغة هو بقى، حقيقي راجل ويتصاحب وحبه ما هواش بايدي، هقول له حبه مراحب واسيبه يجري في وريدي، بشوفه في الصبح صاحب وارجاه في المساء عيدي، اضرب له اجمل سلام وادعي له سيدك وسيدي واقول له احلى كلام لمحمد المساء عيدي. في ناس كتير يا صعيدي يا ولد ابوك، واخد بالك يا ابو رشوان معاك يا ابو عمرو، يا صعيدي يا ولد ابوك يا اللي الجنوب اصلك، في ناس كتير عرفوك وحكولي عن فصلك وقالولي انهم حبوك علشان الادب وصلك، مع سلمى كمان عشقوك يوم قلت انها مصرك، كل البشر وصفوك ان انت سابق عصرك. تحيه حبيبي محمد. مش هقدر برضه يكون معانا الصديق العزيز الدكتور صبري زمزم وما نسمعوش، فمعلش هنسمع الدكتور صبري. اتفضل. يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا حضرت عشان استمتع باداء الاستاذ محمد المساعيدي، لان اداؤه جميل جدا جدا وراقي جدا، وطبعا هو يعتبر يعني انا بعتبره يعني من احفاد الابنودي في اداؤه وفي لهجته وفي رجولته الصعيديه، وده شيء جميل جدا. وطبعا فنه في تضفير للكلام، كلام بيطلع من بقه زي الضفاير، متضفر بالحروف، متضفر بالكلمات، متضفر بالجمل، فبيزين اللغة بشيء جميل. وطبعا ده مش جديد على الأستاذ محمد، وأتمنى ليه التوفيق، وأتمنى التوفيق للأستاذ أجاد. السلام عليكم.